بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المقاومة دائما معكم يا الخوة ويا الأخواتات في كل مكان. اليوم راح نتكلم يا الخوة في واحد الموضوع مهم جدا. كما رانا نشوفه اليوم يعني العناوين الكبرى تاع الأخبار أنه في ليبيا راه كاين أسواق للعبيد وللرق كما يقولوا هما. والمؤسف الشديد أنه نشوف أنه الناس يتعاملون مع هذه القضية هذه بطرق يعني فاشلة وسلبية، مع أنهم عندهم الأجوبة لكلش. وليو لي كونسونطريو زعما في الحوايج المهمة، وين لازم يروحوا يفهموا الناس، يهضروا معاهم، يروحوا لهاد وين كاين هاد المظاهرات اللي ضد هاد الظاهرة الجديدة، مع أنها هي مخدومة، يعني هو ضرب للإسلام بطريقة أو بأخرى، وهي قاعد داخلة في المخطط الكبير هذا اللي يضربوا به الإسلام. وكما رانا نشوفوا واش راهي صار، داروا داعش يكرهوا الإسلام في الناس ويدعوا بطرق دينية، يعني يستعملون الدين، مع أنه كلش هذه شعوذة وكذب وخاطئة قاع الإسلام. وفيما يخص هذا الصحفيين زعما المرقين وكما جماعة هذاك تاع بون ما سميهمش ما نجبدهمش خير، ولكن قاع هذا الصحافة اللي راهي تدور في الوقت هذا اللي رانا عايشين فيه، مع الصحافة العربية الدولة الإسلامية الدولية نفس الشيء، ولا واحد من كاع هاد الأمة هذه خرج ودار فيلم ولا مسلسل ولا دوكيمونتير ولا حاجة باش يفهم الناس باللي يا ودي هذا واش راهي صرا، هذا خاطئ الإسلام، سي با سان ريان ابوار مع الإسلام. الناس اللي راهي تدير تجارة هادية باينة، هادو مش معروفين شكون، هادو تجار تاع الأعضاء، وهادوك شغل واحد يخمم غير شوية برك يفهم قاع واش راهو صاير. ولكن فيما يخص تجارة العبيد في الإسلام، هاد الشيء هدايا ما كاش منه قاع، ما يكزيستيش. علاش؟ الدليل من هذا الكلام الذي أقوله، الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنى أول مسجد في الإسلام في تاريخ الإسلام في يثرب اللي هي اليوم المدينة المنورة، جاءوا الناس وتلموا وكيكملوا كامل البنيان وكامل، وهذه اللقطة موجودة في فيلم الرسالة، يعني حتى الناس اللي ما تبحثوا ولا اللي ما يبحثوش في التاريخ ولي زانتروبولوج وهذا، يعني إنسان عادي يقدر يفهمها من طريقة الفيلم هذا، وين من كاع الناس هادوك كبار الأمة والمرفهين وكامل خير بلال بن رباح رضي الله عنه، يعني كان عبد السليف كما يقولوا، وخيره هو باش يأذن باش يدير أول أذان في تاريخ الإسلام، كان من العابد، يعني كانت هذه الرسالة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان هو يعني سفير الإسلام في العالم، واللي جاب الرسالة للأمة وللبشرية كلها وعطى الكلمة تاعو هذاك الوقت، يعني حوالي 1438 ولا 39 سنة، يعني حوالي 1500 سنة من الوراء، مع أنه في الخمسينات برك في أوروبا مثلا في بروكسل كانت حديقة الحيوانات وين يجيبوا العباد الداخل لي بيغمي هادوك تاع نيوزيلاند وبعض البشرة السوداء من إفريقيا، هادوك صغار الرجال صغار وكامل يستعبدوا في الإنسان. والإسلام حرر بني آدم البشرية من 1500 سنة، ولا واحد خرج وفهمهم في القضية تاع بلال بن رباح ولا يهضر عليها باللي احنا في الإسلام المكاش نعرف العبودية. الإسلام ليس المغرب كما يستعبدوا البني آدم، ولا في السعودية كما يستعبدوا الناس، ولا الخليج بدراهم، هذا ليس إسلاما، والله العظيم ليس إسلاما.
ان شاء الله يكون لحق الميساج تاعي والناس اللي النشطاء تاعنا وكامل يتحركوا شويه في هذه القضيه اللي يكتبوا اللغات يعني الفرنسي والانجلي وكامل يجتهدوا شويه في هذه القضيه هذه باش يلحق الميساج يا خوان. مهم جدا راهي حرب ضد الاسلام هذا واش راه لازم تفهموها ما كانش هضره واحده اخرى. احيي الجميع تحيه كبيره لكم ايها الاخوان والاخوات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جزائر تحيا. الله يرحم الشهداء أبرار.